نتابع أيضا إغلاق محتجين للطرق أثناء الاجتماع بشأن المناخ في مدينة ميلانو الإيطالية، مع محاولات للشرطة بفتح الطرق وإبعاد هؤلاء المحتجين عن الطرق. إذن صور مباشرة من مدينة ميلانو الإيطالية، حيث تتواصل الاستعدادات لملتقى الشباب من أجل حماية البيئة. وهذه صور تظهر لنا محتجين في محاولات لهم بقطع الطرق، مع محاولات أيضاً الشرطة لإعادة سير الطرق إلى طبيعته.